مع أول الأشواط أيضا باستعداد الانطلاق. شوط لا يغلو أهمية عن شوطنا الماضي، ونعتذر من الجميع نسير مع هذا الشوط لنحتفل مرة أخرى هنا بهذا اليوم المبارك، يوم الإنجازات والتحديات الرائعة والجميلة. بسم الله وعلى بركة من الله وتوفيق، نسير مع شعار بن عنودة مع المركز الأول، مطر تهميمة بن مطر بن عنودة العامري مع أول المراكز، بينما المركز الثاني هناك شاهين سليمان بخليفة الحكماني مع المركز الثاني، بينما ثالث المراكز زعفران أحمد بن مبارك بخادم الأخيري مع ثالث المراكز، بينما الوصول والقدوم مع عيسى بن سعيد بن شطيط الأخيري مع رابع المراكز. ما شاء الله، شوف لي مع خامس المراكز هناك يبعد عنا، ولكن خلاص عودتنا إلى الصدارة إلى بن عنودة مع المركز الأول مع البداية الأولى. ما شاء الله، الله إلى وين الشوط، إلى وين، يا سلام يا سلام يا سلام، ما شاء الله. شوف تابع ركز هناك التجاوز إلى الصدارة الأولى إلى الانطلاق المركز الأول، يا سلام. غير الحكماني إلى الصدارة، بن شطيط هناك مع المركز الثاني، السلام وين، التهاني وين، يا سلام يا سلام. جولة الأوامر النهائية، روح يلي يبغي روح، روح يا الحكماني روح، يا سلام يا سلام. صاحب أول أشواط أيضا بالسبوع الماضي، صاحب التوقيت المتميز، يا سلام. الله، هذا يقدم لنا شاهينا آخر أيضا، يا سلام. سليمان بخليفة الحكماني، يا سلام. الله يحافظ على هذا الشوط، يحافظ مرة أخرى، ما شاء الله. تابع وشوف وركز، يا سلام. الله الله الله، شاهين إلى سليمان بخليفة الحكماني، سلام سلام يا الحكماني، سلام. ما شاء الله، يتواجد مع أول الأشواط، تهانينا ألف مبروك. المركز الثاني عيسى بن سعيد شطيط الأخير، المركز الثالث مع تهميم مطر بن عنودة العامري مع ثالث المراكز. التوقيت هناك دقيقتين واحد عشر، تهانينا وألف مبروك. نذكر صاحبتي الشوط الأول هناك أمجاد وعلي بن سعيد البرطماني، والتوقيت دقيقتين وعشر. من أهدى السلامات إلى أبناء السلطنة، مهدي الفوز والانتصار وسلالة الباز أيضا حاضرة مع أول أشواط، صاحبة الإنجازات المتميزة هناك.